طيب ابني شايل مبلغ في البنك دلوقتي وهو صنايعي بيشتغل يوم ويوقف يوم، نعم طب المبلغ ده وهو عنده أسرة وبيعول الأسرة. جميل. طالما أن المبلغ بلغ النصاب ففيه زكاة، وإحنا بنقول في الحالة دي الضيقة دي ممكن أطلع 10% من الربح المتحقق. بيجي لك مثلا 300 جنيه أطلع منهم 30 جنيه، بيجي لك 400 جنيه أطلع منهم 40 جنيه، يبقى أنا كده أديت ما علي للفقير، والله سبحانه وتعالى يبارك فيه.